السلام عليكم. درس اليوم يخص production de l'écrit. عنوان écrire un texte pour décrire un lieu et le comportement des personnes. اكتب واحد النص pour décrire un lieu من اجل وصف واحد المكان et le comportement des personnes وكذلك سلوكات بعض الاشخاص سلوكات الاشخاص الناس الانطلاق وهذا j'observe et je découvre. On y en parle, on cherche au plage là. Halt au plage sale. Aucifou ou wakfou les chouettes المتسخه. Là, c'est ça qui est le nez. Aucifou les chouettes المتسخه. Baraka من الشواطئ المسخه. On parle de nez. Les promeneurs sur ta plage découvrent aujourd'hui un paysage désolant. Les promeneurs هما المتنزهين او لا المصطفين الناس اللي كيتصيفوا سير سيرتان بلاج في بعض الشواطئ ديكوفر يكتشفون اوجوردوي اليوم ان بيزاج ديزولون واحد المنظر مؤسف لي سابل دوري اي جوشي دوردور الرمال الذهبيه مغطاه بالنفايات des sacs en plastique noir, acquiesce plastique et saoudé, plein de déchets, m'omtelia bi ennifayet huna, de boîtes de conserve à bord tranchant par là, du huleb, العلب المحفظه او العلب لي بواط ديال السردين ابورد تروشون اللي عندهم حافات او لا جوانب ماضيه كيجرحوا تروشون باغ لا هناك يعني قال لك هنايا الاكياس البلاستيكيه هنا والعلب ديال السردين اللي كيجرحوا هنا وهناك يعني في ميم شتي كتلقاهم اي بارفوا ميم دي غالي دو بيترول وفي بعض الاحيان فطا وفي بعض الاحيان كنلقاو حتى دي غالي دو بيترول دي غالي هي راها فطيره او لا كيك كيكا ولكن هنايا كيقصدوا بها هما البيترول ملي تجمع ضربات في الشمس ولا مدير بحال الغالي ولا مدير بحال الكيكا هذوك البقع ديال البترول نوار سوداء غليونت لزيجا كي كول او بي كتلصق على الارجل دي بينيور ديال السباحة الناس اللي كيعوموا في الشواطئ فوالا سو كي مناس لا سانتي دي جون هذا ما يهدد صحة الناس c'est sans doute هذا وبدون شك دي كومبور اي ريسبونسابل دي كومبور هما دوك الناس اللي كيكونوا كيجيبوا مخي دوك لي طونك ديالهم دوك الخيمات اللي كي خيمات صغيورين وكيبقاو يخيموا تما كيبقاو يدوزوا واحد المده حدا على جنب الشواطئ هذوك كيسميوهم لي كومبور كيجيبوا دوك لي طونك الخيمات ديالهم وكيخيموا تما اي ريسبونسابل الغير المسؤولون يعني ما عندهمش حس المسؤوليه كي بيك نيك الذين يتنزهوا كيجيو كيدوزوا واحد المده تما كاينات اليس اون بارتون ويتركونا في كل مكان لي غيست بقايا لي زومبالاج و هذوك الحوايج اللي كيكونوا مغطيين بهم الماكله ديالهم هذوك الملففات حاجه اللي كيلفوا بها الماكله ديالهم دو لو روبا دو لو روبا هي الوجبات ديالهم اي بار بي يعني منتشره هنا وهناك مشتة سيغ لو سابل على الرمال غير مشتة على الرمله مي سيت اوسي لابسونس دو غران بوبيل ولكن ايضا هناك اسباب اخرى اللي كتسبب في هاد التلوث هذا لابسونس دو غران بوبيل غياب هذوك الحاويات ديال ولا هذوك اللي راهم فيهم الزبل هذوك الكبار لي بوبيل حاويات الزبال او جيت لي زوردير اللي كيرميو فيهم لي زوردير هما النفايات heureusement qu'il y a aussi des gens de bonne volonté لحسن الحظ هناك اشخاص دو بون فولونتي اللي عندهم اراده يعني حسنه كي سو موبيليز يتحركون دو طون طون من وقت لاخر بوغ نيتواي من اجل تنظيف الشواطئ لي بلاج il ramasse les ordures يقومون بجمع النفايات il affiche des pancartes و كيعلقوا واحد افيش كيعلقوا واحد لافتات دو سو سونسيبيليزاسيون تحسيسيه كيعلقوا واحد اللوافت تحسيسيه كيحسوا الناس ديال اللي نحافظ على شواطئنا لنغير سلوكنا هاد اللافتات اللي كنشوفوهم دائما في الشواطئ هذا كان كل ما يخص النص
ندوزو دابا نشوفو اسئله النص. انا ديجا جاوبت على الاسئله، غادي غير نشوفوهم ونناقشوهم مجموعين. السؤال الاول، دو كوا بارل سو تيكست. السؤال الاول، علاش كيتكلم هذا النص؟ هذا النص علاش كيهضر؟ حنا شفنا باللي كيهضر على الشواطئ المتسخه، الاسباب ديال هاد الشواطئ المتسخه، وكيفاش كاين بعض الناس كيتصداو لهاد هاد يعني النفايات والتخربيق هذا، كيفاش الناس كيحسوا بالخطوره ديال هادشي هذا. يعني كيهضر على تلوث الشواطئ، تلوث الشواطئ، لا بوليسيون دو بلاج، لا بوليسيون دو بلاج، تلوث الشواطئ. احنا غادي نشوفوها لا بوليسيون دو بلاج. ها هي هكذا لا بوليسيون دي بلاج. هنا عندنا دي بلاج هو جمع، اذا هنا خصنا نزيد واحد الاس، لا بوليسيون دو بلاج. اش كيدير النص؟ ثم غادي نشوفوا سؤال رقم 3، كومبيان دو بارتي اي كومبوزي سو تيكست، كم من فقره كيتكون منها هذا النص؟ هذا النص هذا كيتكون غالبا من ثلاث فقرات. فالفقرة الأولى ها هي، الفقرة الأولى كتحدد لنا غير على تلوث الشواطئ كيفاش دايرين، وكتوصف لنا الشواطئ كيفاش دايرين، كتوصف هذاك الشواطئ المتسقة كيفاش دايرين. الفقرة الثانية كتهضر على الناس اللي كيوصفوا الشواطئ ولا السلوكات ديالهم. الفقرة الثالثة كتهضر على على السلوكات ديال عاوتاني الناس اللي عندهم هاد الاراده حسنه وكينطفوا الشواطئ. يعني كاينه الفقره الاولى كتسالي حد هنا حد هذه، ثم الفقره الثانيه كتبدا من هاد الناس اللي كيديروا حتى لحد هنايا لي زوردير، ثم الفقره الثالثه ها هي حتى لحد هنايا. هادو هما ثلاثه الفقرات اللي كيتكون منهم النص. دابا غادي ندوزو نشوفو السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 ماذا يقول؟ 3 قلنا اللي كيتكون من 3 بارتي، ها هي 3 بارتي. السؤال رقم 2، دو كومبيان دو بارتي، كيتكون من 3 بارتي. السؤال رقم 3، دو كيل تيب دو تيكست تاجيتود، الى نوع من النصوص يتحدى هاد النص هذا. واش هو حكائي كيحكي لنا شي قصه؟ واش هو حجاجي كيجيب لنا الحجه والبرهان؟ او لا هو وصفي كيوصف لنا واحد المكان معين؟ بطبيعه الحال هاد النص هذا كان كيوصف لنا الشواطئ وكيفاش دايره والاسباب ديالها وهادي، يعني نص وصفي. غنقولوا بلي ان تيكست ديسكريبتيف، التيب ديالو هو ان تيكست ديسكريبتيف، نص وصفي. ندوزو السؤال رقم 4، كيسكي لو مونتر، كيسكي لو مونتر، يعني كيسكي لو مونتر، يعني شنو اللي بين لك بلي راه هذا النص هذا راه ديسكريبتيف؟ هنا نقولوا بلي راه هذا التكست هذا، هنا ناقصاني واحد الكلمه، انا غادي نزيد، انا ما بقاش لي في انتباه، انا ندير لها سهم وغادي هنا الكلمه ناقصاني في هذه البلاصه هذه، انا غادي ندير لها سهم وغادي نزيدها هنايا. قال لك هذا التكست هذا ديكري يصف، يصف لي بلاج، كيوصف لنا الشواطئ. ها هي ديكري خصها تكون هنايا في هذا المكان هذا، ولكن خصها تجي بين هذه وهذه. ديكري تكون بحال هكا، ديكري، ديكري نسيتها ما كتبتهاش، عاد تفكرتها دابا، ديكري. لي بلاج اي لو كومبورتمون دي جون، هذا النص هذا كيوصف لنا الشواطئ وسلوكات الناس، زائد بوكو دادجيكتيف، حيتاش عاوتاني حتى النص فيه بزاف ديال الاوصاف، بوكو ديال لي زادجيكتيف، نوار ايريسبونسابل، يعني بزاف ديال لي زادجيكتيف. والنص الوصفي من بين المميزات ديالو هو انه كيكون فيه لي زادجيكتيف بزاف. هنا هاد الكلمه هادي ردوا البال معاها، هاد لو تيكست ديكري، هاد لو تيكست ديكري، وعاد كنكتبوا لي بلاج حيتاش راه نسيتها. ندوزو دابا نشوفوا السؤال رقم 5. السؤال رقم 5 ماذا يقول؟ souligner ce qui est vrai، سطر على ما هو صحيح. ce texte raconte une histoire، هذا النص كيحكي لنا حكايه، خطا. ce texte fait une description، هذا النص كيدير واحد الوصف، صحيح حنا سطرنا عليه. ce texte donne des indications، هذا النص كيعطينا واحد الاشارات، لا خطا. اذا الجواب الصحيح هو هذا الوسطاني انا مسطر عليه. ندوزو نشوفو je réfléchis، افكر sur la forme du texte، là هاد الشكل ديال هاد النص هذا. dans quelle partie du texte on situe le lieu، في اي جزء من النص يتموضع المكان، يعني هاد
اين بلاصه ديال هذا النص هذا كي تواجد ذاك المكان اللي تيتم الوصف ديالو دون لا بروميير بارتي في الفقره الاولى في الفقره الاولى في لي بلاج وهذه تما هذاك هو البلاصه فين كاين هذا لو ليو غولي اربط يعني عندنا واحد كل فقره بروميير باراغراف دوزيام باراغراف ثوازيام باراغراف كل باراغراف علاش كتهضر كل باراغراف شنو كتشرح لينا حنا غادي نشوفو قلنا في لا بروميير باراغراف كيشرح كيوصفوا لينا الشاطئ المكان المكان يعني في لا بروميير باراغراف ها هي قلنا قبيله في لا بروميير باراغراف يلي فيها المكان ها هي هاي والجواب جاوبوا عليه هنايا اون ديكري اون ديكري ان ليو يعني في بروميير باراغراف كتوصف لينا المكان اون ديكري ان ليو يعني هذه غتجي مباشره عند هذه ثم في لا دوزيام باراغراف كديكري لينا كتوصف لينا السلوك ديال الناس اللي عديمي المسؤوليه الناس اللي كيتسبوا في التلوث ها هي اون ديكري لو كومبورتمون نيجاتيف دي بيرسون يعني كنوصفوا هذاك السلوك السلبي ديال الاشخاص يعني الاشخاص اللي كيتسبوا في التلوث ثم لا ثوازيام باراغراف كديكري لينا الاشخاص اللي عندهم واحد لو كومبورتمون بوزيتيف عندهم واحد السلوك اللي هو ايجابي وكيحاولوا دائما ينظفوا الشواطئ هما اللي قلنا كيعلقوا لافتات وكيديروا بزاف ديال كي مره مره كيتحركوا باش ينطويو يعني الفقره الثالثه غتكون مع هذه ها هي اذا هنا سالينا السؤال رقم 7 ندوزو نشوفوا السؤال رقم 8 سؤال رقم 8 ماذا يقول سوليني دو لو تيكست تو لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف هادشي للنص وغتضطر في ما يبان لك شي ادجيكتيف كاليفيكاتيف نعت ها غادي تسطر عليه انا سطرت عليهم قبيله غادي غير نناقشهم مجموعين ها هما نبداو بالعنوان العنوان قال لك هالت او بلاج سال يعني بلاج متسخ شاطئ متسخ متسخ هي متسخ فهي عباره عن ادجكتيف كاليفيكاتيف عاوتاني هنايا لي بروموناغ سور سيغتان بلاج ديكوفرون اجوردي ان بيزاج ديزولون بيزاج ديزولون يعني منظر مؤسف اولا سيء انا مسطرت عليها لو سابل دوغي الرمال الذهبيه ها هي ذهبي كيف هي الرمال فهي ذهبيه يعني هذه كتوصف هذه سطرنا عليها جوشي دوغدور دو ساك اون بلاستيك نوار نوار يا سوداء بلان يا ممتلئه حتى هادو بجوج هما سوسون دي زادجيكتيف تاهما انا سطرت عليهم دي ديشي بارسي هنا اي لي بواط دو كونسيرفاتور ابورد تروشون ترونشون ترونشون ها هي زي مسطر عليها تا هي سي تان ادجيكتيف بارلا هناك يعني هنا وهناك بارفوا ميم لي غالي دو بيترول نوار غلويونت هاد لي غالي قلنا قبيله دوك الفطائر او لا الكيكات ديال البترول ما كيخصوش بهم كيكا كيخصو بهم يعني هذيك البقايا ديال البترول ملي كضرب فيها الشمس وكتعجن وكتولي بحال الكيكا لي غالي دو بيترول نوار سوداء غلويونت سوداء ولزجه يعني هادو بجوجهم سو سون دي ادجيكتيف هادو بجوجهم ادجيكتيف اذا بجوج غادي نسطروا عليهم كيكول او بي كيلصقوا على الرجل دو بينيور كيلصقوا على رجل السباحين فوالا سو كي مناس لا سانتي دي جون هنا ما كاين والو ما كاين حتى شي ادجيكتيف قال لك هنا هذا ما يهدد صحه الناس سي سان دوت هذا مما لا شك فيه دي كومب ايريسبونسابل دي كومبور ايريسبونسابل يعني دوك الناس اللي كيخيموا المخيمين الغير عديمي المسؤوليه يعني هذوك يوصفهم بعديمي المسؤوليه وبالتالي فهذا سي ان ادجيكتيف كي بيك نيك اي ليس En partant les restes et les emballages de leur repas éparpillés. Les emballages de leur repas, يعني دوك اللي كيلفوا فيهم الطعام كيبقاو منتشرين يعني منتشرين فهو كيوصفهم كيفاش دايرين فهم منتشرين على الرمال على سيغ لو سابل مي سي سي توسي لابسونس دي غراند بوبيل هاد البوبيل كيف دايرين ضخمين غروند بوبيل هاد غروند اذا ادجيكتيف او جيت لي زوردور هوروزمون كيليا اوسي دي جون دو بون فولونتير كي سو موبيليز دون تو ان تون بور نيتوايي لي بلاج il ramasse les ordures et affiche dans deux pancartes de sensibilisation en fait la fakhra hadi ma kaynch kaع chi wasf ma kaynch kaع chi adjectif عندنا هما اللي خصنا نسطرو عليهم هنا مسطر عليهم مزيان ندوزو دابا نشوفو السؤال رقم 9 شنو كيقول قالك اونكادر لي زادفيرب دو مانيير غادي نأطرو هادوك لي زادفيرب ديال المانيير في النص قلبنا لقينا وحدة ها هي اونكادريا ها هي اوغوزمون و هنايا في النص ما كايناش شي وحدة اخرى كاينه في العنوان ها هي لو كومبورتمون
هو حتى هو الا كان مدخلينه حتى هو ها هي سينو هذا الشيء اللي كاين حتى شادي في العنوان وقلنا زعما ربما ما كايناش وما قالت غير من النص ما فهمتش واش مدخلين حتى العنوان حتى كاينه غير اوغوزمون هي اللي كاينه الا الى بانت شي وحده اخرى ما هذا بالنسبه للسؤال رقم 9 سؤال رقم 10 سور لو فون دو تيكست كي لي لو ليو اي ديكري دون لو تيكست ما هو المكان الذي تم وصفه في النص النص قام بوصف الشواطئ وهذه نقول دي بلاج هما اللي تم الوصف ديالهم دي بلاج هي دي او اس دي بلاج هنا كتسالي الصفحه 142 ندوزو الصفحه 143 سؤال رقم 11 في الصفحه 143 يقول ان بيزاج ديزولون اي ان بيزاج بو افوار او ان بيزاج تريست ان بيزاج ديزولون يعني واحد المنظر مؤسف واش هو واحد المنظر اللي هو ابو ان بيزاج بو افوار يعني في واحد الرؤيه جيده ولا رؤيه جميله او ان بيزاج تريست او لا واحد المنظر حزين بيان سور يكون ان بيزاج تريست هو منظر مؤسف ومنظر حزين ان بيزاج تريست سؤال رقم 12 كيل دونجي ريبريزونت لي بواط دو كونسيرف ا بورد ترونشون سير لو سابل قالك شنو هو الخطر اللي كتمثلو هاد كتشكلو اولا كتمثلو هاد لي بواط العلب ديال علب المحفظه اولا ديال التحفيظ قلنا بحال هادوك لي بواط السردين ا بورد الجناب ديالها الحاده ترونشون حاده سير لو سابل في الرمله يعني ملي كيلاقي ياكل الناس هذوك لي بواط ديال الحوت ديال السمك ديال السردين كيلاقيو هذاك العلبه ديالهم اللي كتبقى كتكون حاده كتجرح اذا تقدر تسبب لهم في جروح ديال الناس اللي كيتنزلوا تما قال اي بوف بليسي لي بروميور ممكن ان تسبب جروحا للمتنزهون ولا المتنزهين الناس اللي كيتنزهم سؤال رقم 13 ماذا يقول سؤال رقم 13 que font les campeurs qui pique-niquent sur la plage que penser à leur comportement قالك شنو كيديروا هذوك الناس اللي كيخيموا ولا كيقوموا بمخيمون اللي كيتنزهوا في البحر على الشواطئ que penser à leur comportement شنو كتقول في هذا السلوك ديالهم Et laisse leur déchet sur sable, sur sable. Fait chlou nifayet diel mec le diel hum là sable. Non sable. Rien je te n'ai pas appris que je suis intéressé par sable. S A B L E sable. سلوك ديالهم كيفاش هو سلوك غير مسؤول يعني ما عندهمش حس بالمسؤوليه ils sont des gens irresponsables راهو ماشي كاين كله في النص que font les personnes de bonne volonté شنو كيديروا الناس اللي عندهم واحد الاراده يعني حسنه ولا واحد الاراده اللي هي اراده يعني جميله ولا حسنه شنو كيديروا دوك الناس زعما اللي عكس ديال اللي كيوسخوا الشواطئ il nettoie les plages يعني كينيطوايو الشواطئ كينظفو الشواطئ اي افيش دي بانكارت دو سنسيبيليزاسيون وكي يعلنوا ولا يعلقوا واحد لافتات ديال التوعيه ولا التحسيسيه لائحات التحسيسيه هذا بالنسبه للسؤال رقم 14 je m'entraîne à écrire اتدرب على الكتابه اوبسيرف ليماج لاحظ الصوره الصوره هي فيها واحد الاشخاص كيقوموا برمي النفايات ديالهم داكشي اللي كياكلو كيبقاو يجمعوه في الكرايا في الاخر كيلوحوه في, 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 في البحر ليماج اي ديكري سو كو تي فوا وصف ما الذي تشاهده سيمون بوف تيدي هاد الكلمات ممكن تساعدك الكلمات هادو يمكنوا يساعدونا شنو هما هاد الكلمات حنا غادي نشرحوهم قالك بلان مير في عرض البحر او في وسط البحر باتو دو بيش باتو دو بيش هو سفينة الصيد او هذا الباتو ديال الصيد ريسك مجازفة او لا مخاطرة فلوت يعني ترفرف تطفو فوق الماء تتلوح مثلا شي فرشية ولا شي حاجة بحال هذا الباتو هذا كيطفو فوق الماء ما كيهبطش لتحت كنقولوا ليه بلي الفلوت
تطفو ديفيرسي يعني كي قلبوا اولا كيصبوا هاد بحال دابا هادو هما كيديفيرسيو هاد الناس هادو هما كيديفيرسيو هاد النفايات ديالهم في البحر كيقلبوا هاد النفايات ديالهم في البحر كيلوحوها ديشي ها هما الديشي هما النفايات جوتي حتى هي رمي بحال بحال ديفيرسي بوليي يعني لوثه comportement irresponsable et responsable سلوك غير مسؤول conséquence يعني هما نتائج او الامور المترتبه عنه nuire à يعني يزعج سال هي وسخ دونجي خطير مناس هي يهدد فاشوز هي مقلق او مغضب او لا مقلق يعني هاد شده الكلمات هادو وغادي تشوف هاد الصوره هادي شنو كتعبر وغادي تلاقي منهم وتزيد ودير توصف شنو كي كاين هاد الصوره هادي هادشي اللي كاين ندوزو نشوفو السؤال الثاني ها هو j'écris le premier G et je le relis. نكتب المسوده ديالي الاولى وغنعاود نقراها تي بارتيسيبي افيك تي كاماراد شاركت مع زملائك دو كلاس ديال القسم ا لوبيراسيون دو نيتواياج واحد العمليه ديال النيتواياج ديال تنظيف النظافه دون فوري ديال واحد الغابه ديكري لو ديرولمون دو سات اكسيون وصف يعني كيف تمت هذه كيف تمت الاحداث ديال هاد كيف تمت هذه العمليه ولا كيف تم تسلسل هذه العمليه يعني من بديتو من يلا وصلتو حتى الاخر كيفاش شنو هما هذوك المراحل اللي دزتو منهم افون دو روندر تا كومبي تا كوبي قبل ما تعطي الورقه ديالك غولي طون تيكست عاود قرا النص ديالك اي فيغيفي وتحقق او تاكد كو تي كوشي تاكد بانك يعني علمت توت لي كاز على جميع هاد الخانات هادو وي دو لا غريل ديال هاد الشبكه ديال غوليكتور ديال اعاده القراءه هاد اللي في الاسفل يعني غادي تشوف غادي تاكد من راسك واش هادشي كامل اللي كاين في هاد لا غري هذا درتيه انت في هذاك النص اللي غادي تعطي للاستاذ هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد المسوده الثانيه جو كري لا دوزيام جي يعني اكتب المسوده الثانيه كوريجي تا كوبي افيك لي زانوتاسيون دو تون بروفيسور دو تون بروفيسور كوريج تا كوبي افيك لي زانوتاسيون دو تون بروفيسور تي بو انسويت ريكريغ تون تيكست اي لانروشير دوتر ديسكريبسيون قالك كوريجي تا كوبي صحح الورقه ديالك افيك لي زانوتاسيون مع ملاحظات ديال الاستاذ ديالك تي بو انسويت تستطيع من بعد ريكري اعاده كتابه هذا النص اي لونغيشير و اغنائه او لا تزيد عليه دوتر ديسكريبسيون بعض الاوصاف الاخرى يعني هنايا هادشي كامل كتكتب واحد النص مشيتي تقول واحد النهار درتي واحد انت وانت والاصدقاء ديالك ها هو انت الزملاء ديالك ديال القسم درتو واحد العمليه ديال تنظيف واحد الغابه وغادي تقوم بواحد توصف لهم داكشي اللي درتو في مشهد ديال الغابه في الاول شنو درتو وفي الاخر غادي تقول لهم شنو باش ساليتو وغتجي غتعاود تقرا داكشي وتشوف واش درتي هادشي هذا اللي كتبتي واش كاين فيه هاد اللي هاد المراحل هادشي اللي عندك هنايا احترمتي هاد الشبكه هادي هي وفي الاخير غتعاود تقرا داكشي للاستاذ ديالك وغيعطيك هو ملاحظات وتعاود تغني النص ديالك بدوك الملاحظات تقدر تزيد اوصاف اخرى تحيد شي حاجه اللي غير زايده هادشي اللي كاين في هاد الصفحه 143